بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان حركة القمر. في الدرس ده هنتعرف على القمر وهنتعرف على الحركة اللي بيتحركها في الفضاء وإيه اللي بيتم نتيجة الحركة دي. تعالوا مع بعض ندخل في الدرس بتاعنا ونشوف ونتعلم أكتر. بالليل واحنا بنبص في السماء بنلاقي حاجة منورة ولونها أبيض، الحاجة دي هي القمر. القمر ده جسم موجود في الفضاء بيتبع الأرض، لكنه ما بينورش من نفسه، ده جسم معتم بيقدر يعكس ضوء الشمس اللي بيجي عليه. والقمر عبارة عن أرض صخرية مفيش فيها أي حياة. بيلف القمر حوالين الأرض مرة كل 28 يوم تقريبا. ايه اللي بيتم نتيجة اللفة دي او الدوران ده؟ ان القمر وهو قريب ناحية الشمس يبتدي جزء منه ينور زي ما انتوا شايفين في الصورة. كل ما يلف اكتر كل ما جزء اكبر منه ينور، وهي دي اطوار القمر اللي هي محاق وهلال اول وتربيع اول واحدب متزايد وبعد كده البدر اللي هو القمر كامل الاستدارة، وده بيكون في نص الشهر العربي. بعد كده يبتدي ينقص يبقى أحدب متناقص، بعد كده تربيع تاني، بعد كده هلال آخر، وبعد كده يرجع تاني يكون محاق. وخدوا بالكو السنة القمرية تساوي 354 يوم، بتفرق عن السنة الشمسية اللي هي 365 يوم وربع تقريبا. بسبب علاقة التجاذب اللي موجودة في الفضاء بين الشمس والأرض والقمر بتحصل ظاهرة المد والجزر. المد إن مية البحر تزيد وتطلع لقدام وتغطي الشاطئ، والجزر إن المية ترجع تاني. طب إيه فوائد الظاهرة دي؟ الظاهرة دي بتساعد على إن إحنا ننتج كهربا. المية اندفاعها للشاطئ ورجوعها تاني مرة تانية بنحط توربينات، التوربينات دي حركة المية في اندفاعها ورجوعها بيشغلها بيخليها تولد طاقة وده يدينا كهربا. الحاجة التانية ان اندفاع المية للشاطئ بتاخد معاها وهي راجعة تاني المخلفات لقاع البحر. تعالوا نشوف مع بعض، تعالوا نشوف اثر المد والجزر. صديقنا هيقف عند شط البحر في وقت فيه عملية مد، هنشوف المية هتوصل لغاية فين. تقريبا المية هتوصل من البحر لغاية الشاطئ لأنها تغطي أكتر من نص صديقنا اللي واقف في المية. ودلوقتي وبعد ما شرحنا الدرس تعالوا مع بعض نتعرف على إيه اللي فهمناه منه وإيه الحاجات اللي إحنا استخلصناها من المعلومات بتاعته. إحنا عرفنا من درسنا إن القمر عبارة عن جسم موجود في الفضاء، لكن الجسم ده معتم يعني ما بينورش، لكن بيقدر يعكس نور الشمس اللي بيجي عليه فعشان كده بيبان إنه منور. كمان عرفنا إن القمر بيدور دورة حوالين كوكب الأرض بتكون مرة كل 28 يوم تقريبا. وكمان عرفنا إن في أطوار للقمر اللي هي المحاق وتقريبا ما بيكونش القمر ظاهر، وبعد كده هلال أول، بعد كده تربيع أول، بعد كده أحدب متزايد، بعد كده بدر ودي الصورة الكاملة للقمر، وبعد كده يبدأ ينقص يبقى أحدب متناقص، بعد كده تربيع تاني، بعد كده هلال آخر، ويرجع يبقى محاق مرة تانية. طب تعالوا بقى نعرف ظاهرة المد. احنا قلنا انها ارتفاع في مستوى مية البحر لمستوى يغطي شاطئ البحر، وبيوصل الكلام دوت لأقصى ارتفاع ليه لما القمر بيكون في الحالة الكاملة اللي هي بدر، وده تقريبا بيكون في نص الشهر العربي. وعكسها ظاهرة الجزر ان المية ترجع تاني للمستوى الطبيعي. وعرفنا ان ظاهرة المد والجزر بتحصل بسبب علاقة التجاذب في الفضاء بين الأرض والقمر والشمس، وخصوصا علاقة التجاذب اللي بين الأرض والقمر. وعرفنا ان فوائد ظاهرة المد والجزر اهمها اولا انتاج الكهرباء، عشان عملية ان المية تزيد وبعد كده تقل دي بتدور حاجة اسمها التوربينات، التوربينات دي هي اللي بتنتج لنا الكهرباء.
تاني فايدة من فوائد ظاهرة المد والجزر إنها بتنظف الشواطئ، عشان المية اللي بتطلع لقدام وبتمتد بتاخد معها المخلفات من الشواطئ وهي راجعة وتوديها لأعماق البحار. طيب تعالوا نشوف انتوا فهمتوا الدرس ولا لأ عن طريق التدريبات. السؤال بيقول أكمل مكان النقط. الجملة الأولى: القمر جسم نقط يعكس نقط الساقط عليه فيبدو مضيئا. الجملة الثانية: دورة القمر حول كوكب الأرض مرة كل نقط يوم تقريبا. الثالث: تحدث ظاهرة نقط بسبب التجاذب بين الأرض والقمر والشمس. ها عرفتوا يا شطار إيه الإجابة؟ طيب تعالوا نشوفها. بالنسبة للجملة الأولى طبعا القمر جسم معتم يعكس ضوء الشمس الساقط عليه فيبدو مضيئا. إجابة الجملة الثانية إن دورة القمر حول كوكب الأرض بتكون مرة كل 28 يوم تقريبا. أما الجملة الثالثة فإحنا هنا بنتحدث عن ظاهرة المد والجزر. الظاهرة دي قلنا بتحدث بسبب التجاذب بين الأرض والقمر والشمس. نيجي لسؤال تاني: اذكر فوائد ظاهرة المد والجزر. السؤال ده أنا هسيبكم انتوا يا شطار تفكروا فيه وتجاوبوا عليه، ونتقابل المرة الجاية